السلام عليكم مدرب السياقة بالغازي شعيب، كيفاش تنجح في امتحان؟ هذا العنوان هذا هو فضفاض ومفخخ، كيساعد على التكاسل وكيوهم المرشح اللي متقدم الامتحان ان راه ساهل باش تنجح. شوفوا هذه المتعلمة، وهذا كان اخر درس ديالها قبل الامتحان، الحمد لله راه هي نجحت. النجاح وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد من الطرفين، يعني انت والمدرب ديالك، وكتوصل للتمكن وكتركز نهار امتحان باش ترتفع في نسبة الامتحان بنسبة النجاح. مراحل الامتحان واللي تتشوفو خاص تكون متمكن من هاد المراحل هادي بدون ما تخلي المدرب يتكلم معك او يساعدك، ولا باقي مازال تيقول تينصحك وباقي تيتكلم معاك وتيلاحظ اخطاء كثيره او غير مقبوله مع الارتباك، وانت ولا انت وحدك في السياره يعني باقا في التعلم مازال ما وصلتيش للامتحان، كيفاش واحد غادي يكذب عليك ويقول لك كيفاش تنجح في الامتحان؟ واش بالنيه؟ النيه راه ما كافياش كما قلت، اجتهاد. الى بغيتي تقنو مراحل الامتحان راه حطيت دروس شحال هذا، دروس خاصة بهاد المراحل الامتحان، وهي 14 15 16 19 29 142 234 و 240. اذا فاش تتكمل المراحل الامتحان وتتنجح فيهم تتختم بالدورة الشرفية. زايري Yeah, I need to see you.
برافو عليك، يلا سيري عاودي. الدورة الشرفية، يلا توكلي على الله، ركب معاك. برافو عليك، يلا سير. خرجة مزيانة، برافو عليك، مزيان. دابا انت دابا مازال ما دوزيش، تتشوفي لا سيتياسيون واش غتساعدك تبقى غادي بالتروازيم ولا الا قال لك زيد، يعني اش يعني؟ يلا قضي الغرض زعما راه باقي غادي يجرك، فهمتي؟ على حساب يقدر يديك واحد المسافه، ولكن كما قلت لك فاش يقول لك راه غادي نوقفو تيعلمك، تيبانو بواحد البلاكات وتتكوني غادي اون ميم طون تتشوفي البلاك، ياك شفتيهم؟ واحد جوج ديال البلاك تيبانو لهيه، وحده ديال المنع وحده ديال الانتباه، ديال الانتباه هي الاولى والمنع، غادي نوقفو حدا الانتباه، راك عارفه القاعده دابا، عقل انا علمتك، غادي نوقفو حدا الانتباه، يلا دخلي عندي دي. ما كانش عليك ديرها، كان ديرها قبل هذيك، يلا فراني. يلا عاودي ثاني قلعي، فاش يعلمك عينك ميزانك، عينك ميزانك، ماشي ديري السينيال باقا بعيد عليك 300 متر، دخلي في 100 متر عاد قومي بالاجراءات، صافي؟ فاش نقرب ليها غندير السينيال وغادي نبدل الدوزيام وندخل. ودخلي، ولكن تطلقي لومبريج عاد تدخلي، تتقال، صافي؟ يلا سير. دابا الدورة الشرفية ولا تيخرجوا طريق كبيرة. عادي. عادي نعم. عادي نعم. و تيخرجوا برا بعض المرات لهي، يلا سير. برافو عليك، احسنت. ما نقولش لك انا، قلت لك بلا ما تشاوري، قضي سوقي عادي، سير. برافو عليك، دخلي في 100 متر كيما قلت لك. بون سيري تتقرب 40 وهذا القاع فاش غدير، غادي ندور على اليسار. على اليسار
عابش فيك. برافو عليك. توجو عابش على اليسار. عاودي عاودي لأن تحيد. سير. سير. هاكو داك فاش تسمعي سير صافي راه فاهم فهمت فهمتك. سيري. غادي نوقفو حدا البلاكة الزرقاء خاص. هاهي غادي تبان لك. في النطاق ديال 100 متر وتديري الاجراءات في 100 متر حدا البلاكه الزرقاء. برافو. هانت وقف لي شنو اخر حاجه. برافو عليك. واش نخر هاك بوامور فرينامه وتتبقاي جالسه تتعمر الدوسي ديالك صافي هكا تيدوز الامتحان في الرون بوين. راه كيما درتي فهمتي الرون بوين راك عارفه اجراءات وتتبع هو فاش تيقولك زيد صافي تيعطيك فيفر تطبقي القواعد برومي دوزيام تروازيام تدوزي فيتاس تروازيام فاش يقولك زيد يعني راه غادي باقي مازال غادي تديري كاتريان تيعلمك تيقولك غادي نوقفو في البلاصه الفلان فلاني تدخلي في النطاق ديال مثلا عطاك واحد البانو في النطاق ديال 100 متر تديرو تقومي بالاوبيراسيون بالعمليه يعني غادي ديري السينيال وتشوفي المرايه وتقيسي الفران وديري دوزيام وتدخلي تلقي لومبريج هو الاول وتدخلي وتوقفي لومبرياج فران بوامور فرانامه وتبقي جالسه تيعمر الدوسي ديالك وصافي انت تهنيتي صافي يلاه سير. بعد ما تستعمل السينيال وتشوف المرايا الاقلاق سيكون محسوب والاندماج في الطريق تيكون مائل بمعنى اون دياغونال باش ما تخرجش مباشره لليسار فاش تبغي ترجع كي اللي تهرب ليه السياره اذا تيكون الرجوع ديال السياره صعيب تتبقى شاد ليم ديالك وكتبدل الفيتاس دوزيام تروازيام مباشره بعد ما تكسيري فاش تكسيري تتقوم بواحد التقييم تقييم الوضع في الطريق تتشوف وكتقرا التشوير وهنا كتحل ودنيك مع ليكزاميناتور وعينيك مع الطريق هنا يقدر يقول لك زيد او كسيري اذا في هذه اللحظه فاش تعطيك فيفر يعني خصك تكسيري باش تبدل الفيتاس كاتريام في نفس الوقت عيني كما قلت في الطريق فاش يقول كاترين تيشوف المدى ديال التحكم ديالك في السياره في نفس الوقت لا تشوف الطريق واش خاويه ولا عامره الا كان يعني العربات قدامك كترد البال المسافه الامان وكما قلت لكم التشوير ردوا معاه البال في حاله الا صادفتي ملتقى او مدار كيحدد لك الاتجاه اللي غتمشي اما الدور اليسار او اليمين اذا قبل ما توصل للمدار فاش يحدد لك الاتجاه تدير السينيال وكتبدل مباشره الى دوزيام في لحظات الوقوف فاش يحدد لك المكان ديال الوقوف السرعه كما قلت غترجع فين ما كانت يعني الدوزيام بقاعده الوقوف يعني السينيال المرايا وكتوقف الوقوف خصو يكون مضبوط ما خصوش يكون فرنساك وفي اخر فاش تكمل يعني في النهايه ديال فاش توقف ما تنساوش بوامور فرانما اعيد بوامور فرانما لان في هذه اللحظه تيوقع لي ارتباك تيقول يا صافي تهنيت تيحيد رجلي تيبقى تيكون فيتاس اون بريز تتسكت ليه السياره هنا تيكون واحد يقدر يكون مع جدال مع ليكزاميناتور ولا كنتي خطاتي شي خطا ويزيد لك هذا تزيد هذاك الخطا ديالك يقدر ترسب في الامتحان ان دار ردوا البال الدوره الشرفيه الرقم ديال الدرس ديالها وهو 11 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.